بسبب الظروف الموجودة حاليا في محافظة هنا وخصوصا مدينة الموصل حضرت إجوال بسبب هذا المرض وهذا الوباء. نطلب من أهلنا في محافظة نينوى وخصوصا الموصل عدم الخروج من بيوتهم. أنا متطوع، عندي مبلغ بسيط جدا، راح أحاول أسوي به سلال غذائية ما يقارب تقريبا 400 إلى 500 سلة غذائية. هذه السلات الغذائية هدية مجانا من عندي شخصيا من جيب الخاص إلى الناس المتعففين. طبعا راح أنطي رقم تليفوني يتصلون بنا وإحنا راح نحاول نجيب المواد الغذائية إلى عندهم للبيت. طبعا هي سلة غذائية بسيطة جدا، ولكن هي مساهمة للتخفيف عن كاهل العوائل المتعففة اللي ما عندها، وإحنا نعرف أهل نينوى عفيفين ونفسهم عزيزة ما يطلبون. فلهذا أقسم بالله العظيم السلات الغذائية اللي راح أوزعها، الناس اللي راح تخابرني ما راح أنطي أسمائها ولا أذكرها ولا خلي أحد يعرف أسمائها. طبعا أطالب أهلي في محافظة نينوى وخصوصا مدينة الموصل المساهمة بهيش مواضيع، يقدر يساهم، يساعد جيرانه، يساعد الفقير، يساعد المحتاج من خلال منطقته. المبادرة هاي طبعا بكرة راح إن شاء الله تنطلق، فراح ننطلق من تليفوننا. العوائل اللي ما عدا عشاء وضعها المادي سيء جدا تتصل بينا نجيب لهم سلات غذائية متواضعة أعتقد تكفيهم إلى يوم أو يومين، ننقلها بإذننا وبسيارتنا، استحصلنا موافقة السيد المحافظ للتنقل بتوزيع هذه السلات الغذائية. أتمنى أنه الله سبحانه وتعالى يخفف عنا هذا المرض، ولازم نتحمل ونصبر حتى نقدر نجتاز هذه المرحلة، لأن الموضوع مو سهل أبدا أبدا، خصوصا طبعا أنه فيضان كبير في محافظة نينوى من البارح بالليل إلى حد الآن وغرقت محافظة نينوى، فلازم نساهم أكثر وأكثر. أطلب من الجميع الالتزام والحفاظ على مكانتهم، وعلى الجميع أيضا يساهمون تطويع شخصي. يا أخي إحنا لازم نتعاون بيناتنا حتى نقدر نخدم المحافظة ونخدم أهلنا وخصوصا المحتاجين. وأكرر مرة ثانية، أي واحد محتاج يتصل وإحنا حاضرين نوصل لي عنده المساعدات اللي هي قدر المستطاع من جبنة الشخصية. بس هاي مبادرة نحاول أنه قسم من أخواننا أيضا في محافظة نينوى يساهمون نفس المساهمة. مع كل الاحترام والتقدير، أخوكم عبد الحميد العابد ربو، رقم تليفوني 0770164857. وأكرر مرة ثانية، أقسم بالله العظيم ما راح أذكر اسم أي شخص يتصل بينا أو يطلب منا، وعارف أني أهنينا وعدهم العفة وعزة النفس. وصفحتي على الفيسبوك أيضا أبو عثمان العابد ربو.